كثير ناس بقول لي بدك ياني انا اروح على بريطانيا، الفيديو هذا عن اساطير وخرافات يتناقلها الناس عن بريطانيا وكلها كذب في كذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر، ولا تنسى الهاند ووشينج، البس الجلوفز، هات الماسك، الوضع مكركب جوا، في عنا ايزوليشن، وتفضل معي. كثير ناس لو سمعوا إنه أنت حابب تهاجر لبريطانيا أو أمريكا أو أي بلد غربية راح يطلع فيها كل عيوب الدنيا، وأنا مش عارف ليش الناس بتفكر زي هيك. بلد انت عمرك ما دخلتها ولا جربتها ولا سمعت فيها ولا حتى متابع اخبارها، قاعد بتفتي بإشي انت ما جربته ليش؟ اغلبية الناس خصوصا الممرضين اللي بيطلعوا هاي السمعة على بلاد ثانية، الهدف انه يشوهوها، ليس لشيء الا انه هو ما قدرش ينجح في الإشي اللي انت نجحت فيه. فكثير ناس بيقول لك انا اطلع على بلاد كفر، انا اطلع على بلاد فيش فيها دين ولا أخلاق ولا كذا، أنا أطلع على بلاد فيها الناس بناموا مع بعض بالشوارع. الموضوع مش بالبشاعة اللي أنت بتخيلها. أولا لازم أفهمك أنه فيش جنة على الأرض، لا بريطانيا ولا أمريكا ولا حتى البلد اللي أنت فيها حاليا فيش فيها عيب. كل بلاد الدنيا فيها الكويس وفيها العاطل، وانت رايح على هاي البلد عشان تستفيد من الكويس وتحاول تتجنب العاطل. يعني بلدك فيها عيوب ما بعلم فيها غير ربنا، هل معنى ذلك انه كل بلاد الدنيا زي الزفت، ولا انت بس عشان مش عارف تسوي الشغلة بتطلع العيب في الثانيين؟ احنا العرب متعودين على مبدأ بدي افهم الناس انه انا كويس لازم اقول عن غيره انه مش كويس، وهذا مبدأ غلط. فانا ما بقول لك انه بريطانيا احسن بلد بالدنيا، لكن برضو مش سيئة زي ما انت متخيل. اول سمعة واشهر سمعة بتسمعها عن اي بلد غير مسلم اللي هي انه البلد منحلة اخلاقيا. احنا بنعرف انه البلد علمانية، ما فيش اهتمام بالدين او ما بدخلوا الدين في كل اشي زي ما احنا بنعمل، وبنعرف انه بعض الاسر متفككة وبعض الناس عندهم علاقات شرعية خارج اطار الزواج زي ما بقولوا، بعض الناس بكون ساكن في مدينة واهله في مدينة ثانية، لكن مش لدرجة انه الناس بناموا مع بعض بالشوارع، هيك صاروا حيوانات. حتى في البلاد الغربية انت لو عملت شغلة زي هيك هذه جريمة بسموها اظهار اعضاء جنسية في الشارع، وممكن يكون الشارع هذا مارق منه اطفال، وهون راح تدخل في مصيبة كبيرة ما حدا بحلك منها. فانت اكثر من انك تمشي جنب خطيبتك او مرتك او حبيبتك تمسك ايدها تحط ايدك على كتفها يمكن تبوسها بوسة، اكثر من هيك ما حدا بسمح لك. رقم 2، الكل بقول لك الدول الغربية نسب الجريمة فيها عالية، تسمع عن فلان دخل على مستشفى واطلق الرصاص وقتل له 40 طالب، بتسمع عن فلان سرق 30 بيت، فلان قاتل متسلسل قتل له 70 امرأة كان عنده عقدة نفسية من النسوان. هذول ثلاث مواطنين المجرمين. بريطانيا فيها يمكن 50 أو 60 مليون، مش كل بريطانيا أماكن خطيرة، ومش كل المدن ما بتقدر تعيش فيها، ومش كل الشعب حاملين لسلاح وبس ماشيين في الشارع قتلوا في خلق الله. انت رحت وسكنت في منطقة سيئة، هاي غلطتك، دور وين في مناطق أمان، وين في مناطق كل اللي ساكنين فيها أغنية أو متعلمين أو ناس بتفهم أو ناس عندها أدب وأخلاق أو متربيين ولاد ناس، وروح سكن فيها، مين منعك؟ بعض الناس بقول لك إنه الشهادة الأردنية أو المصرية أو التونسية أو السورية أو شهادة من أي بلد عربي غير معترف فيها هناك. طب ليش الناس بتقدم وبيعتمدوا شهاداتهم وبياخذوا رخصة وبيطلعوا بيشتغلوا؟ أنا شخصيا في يوم من الأيام أنا جايب شهادتي من الأردن، وفي يوم من الأيام قدمت لبريطانيا وحصلت على الرخصة ونجحت في الامتحان، لكن وقفت معي انه امتحان اللغة هم طالبين علامة اعلى من اللي طالبيتها امريكا، فلغيت الفكرة تماما. بعض الناس بيقول لك انا رحت على بريطانيا وخلال 6 شهور صرت مليونير، الموضوع مش بهالسهولة، وحتى لو صارت في واحد من بين 1000 او واحد من مليون مش شرط كل واحد يدخل البلد يصير مليونير بهاي الفترة القليلة. فلا تصدق من الناس، وبدك تحط في بالك انه اي بني ادم حتى انا اللي قاعد بحكي معك راح يكلمك عن تجربته الشخصية. أنا رحت على بلد ارتحت فيها راح أقول لك عنها كويسة، رحت على بلد ما ارتحتش فيها راح أقول لك غلطة عمري إني جيت هون. فاسأل أكثر من واحد وحاول تأخذ الكلام من مصادر موثوقة، ادخل على مواقع حكومية، ادخل على مواقع إحصائيات، مواقع بتعطيك أرقام، مواقع بتعطيك نسب، عاملة أبحاث، عاملة دراسات، عاملة إحصائيات،
وبعدين بتعرف شو الصح. في ناس بفكروا انه جميع البريطانيين عباقرة، باختصار مش كلهم، في عندهم عباقرة نعم، في عندهم اكتشافات واختراعات نعم، في عندهم تقدم وتطور مش طبيعي نعم، لكن مش كلهم اذكياء ومش كلهم بفهموا اصلا. في عند لو دخلت على اي مدرسة او اي جامعة راح تلاقي ناس بتجيب 99 ناس بتجيب 51 عادي جدا، زيها زي اي بلد. بسموها عقدة الخواجة هاي، سيبك منها. في ناس بتفكر انه جميع البريطانيين اغنياء، برضو لا، في عندهم ناس فقراء، وفي ناس عليها ديون، في ناس عليها اقساط، في ناس عليها قروض، وفي ناس متشردين، وفي ناس نايمة بالشارع، في ناس بتاخذ معاونات من الحكومة، وفي ناس راتبها ما بكفيها، زيها زي اي بلد. ما في بلد بالعالم كل سكانها اغنياء. في ناس بفكروا انه المهاجر اول ما يدخل بريطانيا بعطوه بيت وسيارة ووظيفة ومبلغ يمشي حاله، لا بجوزوك كمان. انت لما تقدم لفيزا بريطانيا، سواء كنت ممرض، سواء كنت طبرجي، سواء كنت نجار، حداد، طبيب، مهندس، طيار، وزير، شو مكان وضعك، هم بعطوك فيزا، يعني هاي ورقة مسموح لك تدخل البلد. بعد هيك دبر راسك، انت بتدور على شغل، بتشوف الشغل شو بده، بدهم رخصة مزاولة مهنة بتطلعها، بدهم امتحان لغة بدك تاخذ امتحان لغة، بدهم رسوم عشان تطلع رخصة، عشان تعمل اي شيء بدك تدفع، وبعدين بتروح تشتغل، بدك تدور على بيت تسكنه، بدك تدور على سيارة تشتريها، هذا كله مسؤوليتك. هم بس بسمحوا لك تدخل البلد فقط لا غير، الا اذا كنت عالم ذرة او شيء زي هيك ممكن يعطوك شوية امتيازات. في ناس بقول لك، الناس اللي عنده عقدة الخواجة بقول لك كل المدن نظيفة ومرتبة وفيش حبة غبرة في الشوارع، كل خمس دقائق بشطف البلد، ومش لها الدرجة برضو، في أماكن كويسة وأماكن لا. وفي ناس بالعكس تماما بقول لك كل البريطانيين لا عندهم ذمة ولا ضمير ولا شرف وكلهم مدمنين وكلهم، برضو لا، في منهم الكويس وفي منهم العاطل. بعض الناس بقول لك إنه زنا المحارم موجود في كل بيت في بريطانيا، الموضوع مش منتشر بالطريقة اللي أنت متخيلها. بكل بساطة فوت على جوجل واطلب منه احصائيات شوف شو بقول لك. في ناس بقول لك البريطانيات او الاجنبيات عموما بموتوا بالراجل العربي او الراجل المصري او الراجل الاردني او الراجل المغربي. مين قال لك؟ اولا ما في حدا ببلد غربي بحبك او بكرهك بناء على جنسيتك او جواز سفرك بس، هاي نقطة. نقطة ثانية، مدام انت كويس معها، محترمها، مقدرها، بتصرف عليها، بتعطيها حب وحنان واهتمام وكل شيء، بدها تحبك حتى لو كنت موزمبيقي، ما عندها مشكلة. فشغلة انه اول ما تدخل على قولة ياسمين عبد العزيز، هم قالوا لك بقى في مصر ان انت هتنزل مطار هتلاقي البنات مستنيينك بالمايوهات وفي ايديهم ازايز الخمرة. محمد مأكد لي شغلة انه اول ما تدخل البلد راح يترموا النسوان تحت رجليك، هذا كلام فارغ. وشغلة انه بريطانيا خمر ونساء ولعب وتخويت، لا، اي بلد غربي معروفة انه شغل يعني شغل، النظام يعني نظام، وبدك يجيك فلوس قد ما بتشتغل وقد ما بتتعب، قد ما بتشوف فايدة وبتشوف نتيجة. وبريطانيا بالذات معروفين انهم الشغل عندهم على الشعرة والدقيقة عندهم بتفرق، فما في منه هالحكي. بعض الناس بقول انه البريطانيين او الغربيين بشكل عام عندهم العنصرية عالية، فانت مثلا بنت محجبه رحت على المدرسه او رحت على الجامعه راح يتنمر عليك، راح يضايقوك، راح كذا. هذا الكلام موجود في بلادنا مش موجود عندهم، عشان نكون صادقين. العنصريه في اي بلد مش عربي تعتبر جريمه كبيره. لو واحد تجرأ وقال لك انا بكرهك لانك عربي او بكرهك لانك مسلم او بكرهك لانك محجبه، هاي فيها 5 أو 7 سنين سجن اظن. العنصريه جريمه لا تغتفر عندهم. ولو حتى واحد حاول يضايقك بدون ما يقول لك في وجهك أنا بضايقك لأنك مسلم، تقدر بكل بساطة تشتكي عليه وتجيب حقك. في ناس بيقولوا إنه مقابلة السفارة أو مجرد إنك تحصل على الفيزا أو مجرد إنك تلاقي شغل عندهم، هاي على الشكل أو حسب المزاج، أو لو بده يمشيك بمشيك، أو بكرهوا العرب والمسلمين، أو لو اسمك محمد أو عبد الله ما بتنقبل، أو لو مش محجبة ما بتنقبلي. أنا مش عارف هل هذا الحكي من وين بيجيبوه، يعني أنت عارف حالك بتفهمش، ولو قدمت امتحان رخصة مزاولة المهنة أو امتحان اللغة مش رح تنجح، فبتصير تحبط اللي بفهم واللي لو قدم بنجح. ليش؟ خلص قول أنا عارف حالي مش قد القصة، مش تقول للناس هاي البلد مش كويسة لا تطلعوا عليها. بريطانيا مليانة شباب متدينين وملتحين وبنات محجبات وبيشتغلوا عادي، ما حدا بيضايقهم. شوف أي بلد غير عربي بهمه الشغل اللي بينك وبينه. انا بقول لك داوم 8 ساعات، داوم 8 ساعات، اعطيني شغل 1 2 3 قمت بالشغل على اتم وجه.
انت مسلم، انت بتعبد الصراصير، انت بتعبد حنفيات المطابخ، مش مشكلتي هاي. هذا الاشي ما بيأثر على علاقة بينه وبينك. اكبر واشهر كذبة عن بريطانيا وعن الدول الغربية بشكل عام، قال بقول لك بريطانيا مكتوب في جوازها تقاتل المملكة المتحدة لحد اخر جندي من اجل حامل هذا الجواز. في الجواز البريطاني مكتوب بالحرف: باسم صاحبة الجلالة نطلب من جميع من قد يهمه الأمر السماح لحامل الجواز بالمرور بحرية دون عوائق ودون عرقلة. بس. وهي تقريبا كل جوازات الدنيا مكتوب فيها نفس الجملة أو الجملتين. في كل جوازات العالم راح تلاقي جملتين: أول جملة باسم سيادة الرئيس أو جلالة السلطان أو جلالة الملك، الرجاء السماح لحامل الجواز بالمرور. رقم اثنين: أي إنسان يجد هذا الجواز ضايع عليه تسليمه لأقرب مركز شرطة إذا جوا البلد، ولأقرب سفارة إذا كنت خارج البلد. ما فيش جواز بالدنيا إلا مكتوب فيها الجملتين. أنتم منين تجيبوها الحكي؟ أنا مش فاهم. في النهاية بالتوفيق للجميع. في النهاية أنا بنصح الجميع لو حابب تعمل إشي اوعى تبلغ بني آدم، لأنك رح تصير مسخرة في حين أنت فعليا أحسن منهم. ولو عندك أي سؤال اكتب لي تحت بالتعليقات، أنا بالخدمة بجاوبك على اللي بدك إياه. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.